نبحث عنه اليوم ليس التفرق والتشتت، بل حماية بعضنا البعض وازدهارنا. لهذا دعينا وشأننا سيدة بالا، يكفي بهذا القدر. بعد كل ما حدث لا نريد مصائب أكثر. وبالنسبة لك عثمان، إن استمريت بالعمل مع الشيخ أديب علي ذاك، فمن بعد الآن لن تجد دعما منا أبدا. فهمت سيد دوندار، أدعو الله أن يبعد كل أنواع المصائب عن قبيلتكم. عن إذنكم الآن هيا سيدة غونجا. عثمان، تجاوزت العديد من المصائب، لكن حان الوقت لتضع عقلك في رأسك الآن. أديب علي وابنته ودراويشه لم يجلبوا لهذه القبيلة سوى الاضطراب فقط. السيدة بالا لا مكان لها في الخيمة. عمي، ما الذي تقوله؟ الخنجر الذي فتح جراحنا كان بيد صوفيا. الشر ينتشر من قلعتها، لا للشيخ أديب علي ولا لابنته بالا علاقة بالأمر، بل بالعكس همهم الوحيد كان إنقاذنا. عثمان، أنت تقترب من مفترق طرق. عثمان، المكان الذي تنتمي إليه هو هذه الخيمة، اعرف من أجل من تتمرد. أنا لا أتمرد من أجلها فقط، إن لزم الأمر أصبح سيفا وأقطع. وأنت أعرف هذا جيداً.